مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية. بفيديو اليوم راح نحكي كمان عن لاحقة جديدة، ولكن لاحقة بسيطة جدا موجودة بالمستوى بابير، واللاحقة لها بديل اخر، فراح نحكي عن هذا البديل. مع الاسف مو موجود بالكتب، بس نحن راح نذكره جدا جدا بسيطة. قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى تعملوا لايك للفيديو، اشتراك اذا لسه مو مشتركين، وتعملوا فولو لحسابي على الانستغرام، لانه هناك راح تستفيدوا من الفيديوهات الصغار اللي عم نزلها دائما. لاحقتنا لليوم هي اللاحقة ماك تانسا أو ميك تانسا، لاحقة فعلية يعني أنا أضيفها للفعل فقط، لا تعطيني الصيغة بدلا من، ولكن هاي الصيغة بتعطي شوي رسمية للكلام، في إلها بديل آخر وتعطيني معنى الترجيح، يعني أنا أفضل كذا بدلا من كذا. ماك تانسا وميك تانسا مثلا، طبعا فينا رح نضيفها للفعل مباشرة بدون إضافة لاحقة زمن، بدون إضافة لاحقة ضمير شخصي. كيف بنعرف عن مين عم نحكي؟ مين الشخص المخاطب؟ بتبين بحسب سياق الجملة، وإذا بدي أنا أضيف الضمير بالبداية فبيصير. مثلا بقول بنملا وراش ماك تانسا إشينا باك، بنملا معي وراش ماك تانسا، وراش ماك هو الفعل العبث أو الانشغال بي، بدلا من أن تعبث معي، بدل أنه ما تشتغل فيني، يعني إحنا أحيانا بنقول هيك، بنملا وراش ماك تانسا إشينا باك، التفت إلى عملك. دهائي يعني أحسن أفضل، فأضيفها للفعل بمعنى بدلا من وقدر. وقلنا أصدقائي إنه هي اللاحقة تعطيني معنى التفضيل الشيء على الآخر، يعني إنه أنا أرجح كذا بدلا كذا، ترجيح تمك يعني التفضيل. مثلا بقول يالي يمك، يمك تنسى يالي يمك، الطعام ذو الدهين، نحن بنقول ذو الزيت، يعني اللي فيه دهن او فيه زيت، او كيف نقول هيك يعني. يالي يمك، يمك تنسى، بدلا من ان اتناول الطعام العالي الدهون مثلا، سلطة يمي ترجيه ديورم، سلطة يمي ترجيه ديورم، افضل ترجيه ديورم يمي، هي يعني يمك ولاحقة المفعول به، افضل تناول السلطة. فهون بدل من أفعل كذا أرجح أو أفضل أن أفعل شيئا آخر، فهذا اللي تعطيني اللاحقة ماك تانسا أو ميك تانسا. جملة أخرى بقول ألي بوش جيت ميك تانسا هدية اللهم ده إي أولور، ألي بوش خاوي اليدين فارغ اليدين، نحن منقول جيت ميك تانسا بدلا من أن نذهب إيدنا فاضية، نحن منقول بالعامية فارغ اليدين، ألي بوش جيت ميك تانسا هدية اللهم، بهدية اللهم دعنا نأخذ هدية، لنأخذ هدية دها اي اولور، دها اي اولور يكون افضل. فهي لاحقتنا بكل بساطة ماك تانسا او ميك تانسا، اضيفها للفعل لتعطيني بدلا من كذا لنفعل كذا. لكن عندنا صيغة اخرى مستخدمة اكثر من ماك تانسا وميك تانسا، هي اللاحقة كمان راح اضيف للفعل يكون بصيغة المصدر ماك وميك، واضيف له يريني، يريني بتذكر انا منزلته بفيديو صغير على ما أذكر أنه على اليوتيوب. فبتصير اللاحقة عنا ماك وميك يريني، طبعا كمان للفعل كمان تعطيني معنى بدلا من. مثلا بقول أنا بار ماك يريني تسلي أدلم، أنو تسلي أدلم، أنا بار ماك يريني، بار ماك الصراخ، أنا عليه بدلا من أن نصرخ عليه، أنا بار ماك يريني مثلا، شو قلنا؟ أنو تسلي أدلم، تسلي اتمك، تسلي اتمك فعل المواساة، يعني بدلا ما نصرخ عليه خلينا نواسي. ممكن احيانا الشخص بيتصرف تصرف غلط، نحن بنقوم بنزيد عليه، بدل ما بنواسي بنصرخ عليه، فهذا غلط، فمنقول تسلي اتمك فعل المواساة. جملة اخرى çocuk gibi tartışmak yerine sakin sakin konuşun، çocuk gibi مثل الاطفال، tartışmak yerine تارتشمك هو فعل الجدال والمناقشة، ولكن تحسوا هيك مع خناق شوي أو بصوت عالي، تارتشمك تمام المجادلة أو المناقشة ولكن مو الهادئة، تارتشمك يرينه بدلا من أن تتجادلوا أو تتناقشوا بهذا الصوت المرتفع، أو شو بتعملوا؟ ساكن ساكن كونوشون، ساكن ساكن كونوشون، تكلموا بشكل هادئ. هاي هي بكل بساطة لاحقتنا لليوم أصدقائي، اللاحقة الفعلية قلنا ماك تانسا أو ميك تانسا، أضيفة للفعل تعطيني بدلا من وتعطيني صيغة التفضيل شيء على شيء آخر،
الصيغة المقابلة إلى والأكثر استعمالا هي ماك أو ماك يريني، كمان أضيفة للفعل لتعطيني بدلا من. أنا دائما ببداية الفيديو بكل يوم عنا صيغة كتير بسيطة أو لاحقة جدا بسيطة، بس عن جد هي جدا بسيطة. إن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط، إن شاء الله استفدتوا منه، وضلوا دائما بخير ومع السلامة.